السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله وصلي على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع هذا جايب لكم خبر مرة حلو الكل حيدعي لي عليه. في خلل في موقع حال الصديق، من خلاله تقدروا تجيبوا الحزمة الظاهرة أمامكم مجانا خلال يوم أو يومين. حشرح كل شيء بالتفصيل، فقبل ما نبدأ المقطع أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2. أتمنى الكل يتأكد أن الكود موجود، لأنه كل 14 يوم إنشال من الايتم شوب. تمام؟ طيب خلينا ندخل في التفاصيل. موقع حال الصديق فيه خلل ما حد يعرف عنه نهائيا، يعني إذا أنتوا شفتوا المقطع هتكونوا أول ناس يعرفوا عن الموضوع هذا. طيب إيش نظام الموقع هذا؟ إنه يكون عندك صديق ساحب على اللعبة لمدة 30 يوم، أو أنت عندك حساب ساحب عليه لمدة 30 يوم وتسوي له إضافة من الموقع وتسوي التحديات وتجيبوا الحزمة. بعد كده أنا سويت مقطع وقلت لكم يا جماعة اللي يبغى الحزمة يسوي حساب جديد ويسيبه لمدة 30 يوم، وبعد كده يضيف الحساب في الموقع وتسوي التحديات وتجيبوا الحزمة. أوكي؟ طيب في خلل أنا اكتشفته بالصدفة صراحة، فحبيت أشارك الموضوع هذا معاكم عشان الكل يحصل على الحزمة. لاحظوا معايا الآن تقدر خلال 10 دقايق تفك حساب وتضيفه في موقع حال الصديق وتسووا التحديات وتجيبوا الحزمة. ماشي؟ طيب انا هقول لكم ايش الاشياء اللي تسووها عشان يزبط معاكم الشيء هذا. اوكي؟ ركزوا معايا. اول شيء ضروري تفك حساب جديد. طيب في ناس ما تعرف تفك حساب جديد وفي ناس ما تقدر. انا نزلت مقطع جديد في قناتي شرحت فيه كل شيء بالتفصيل، كيف تفك ايميل جديد، كيف تفتح حساب في السوني وفي الايبك جيمز، وكيف تربط الحساب في الايبك جيمز، وكيف تفك حساب في التويتش. شرحت كل شيء بالتفصيل، يعني اذا انت شفت المقطع هذا هتفك حساب 100%. ماشي؟ طيب بعد ما تفك الحساب ايش تسوي؟ تسوي طلب صداقه بين الحساب القديم والحساب الجديد. حتى لو انت سوني تقدر ترسل طلب صداقه من الحساب القديم للحساب الجديد، ترسل الطلب وتقفل الحساب الاول وتشغل الحساب الثاني وتقبل الطلب. ماشي؟ طيب بعد كده ايش تسوي؟ تقفل الحسابين وتدخل الموقع من الحساب القديم. انا احط لكم رابط الموقع اسفل الفيديو. ماشي؟ طيب هذا هو الموقع. اول ما حتدخل على الموقع من الحساب القديم، انتبهوا لا تدخل من الحساب الجديد، تدخل هنا وحيقول لك هنا قائمة الاصدقاء تسجيل الدخول. اول ما تدخل حتحصل هنا اضافة الصديق. شوفوا لاحظوا معايا، انا فكيت حساب جديد مو مرة واحدة، ثلاثة مرات والله فكيت حساب جديد. ليش؟ عشان كنت بتأكد من الموضوع هذا 100%، عشان الكل يقدر يزبط معاه الشيء ده. ماشي؟ طيب ايش اللي تسويه؟ تسوي اضافة صديق. شايفين الاسم هذا اللي قدامكم؟ هذا والله الحساب دوبي فكيته مالي 10 دقايق. ايش مكتوب قدامه؟ مؤهل، يعني من خلاله اقدر اسوي التحديات واحصل على الحزمة على طول. ماشي؟ طيب اذا عنده اي واحد حساب، مثلا انت جبت الحزمة في حسابك وتبغى تفك حساب جديد وتجيب فيه الحزمة تقدر. شوف انا ايش مكتوب عندكم هنا، مكتمل، هنا مكتمل، هذا الحساب القديم انا جبت فيه الحزمة، بس اما فكيت الحساب الجديد وسويت طلب صداقة بين الحساب القديم والجديد برضه يقدر يجيب الحزمة في الحساب الجديد، والحساب القديم ما حتجيله الحزمة بس الحساب الجديد حتجيله الحزمة. فاذا انت تبغى تجيب الحزمة كمان في حساب كمان تقدر تسويها. ماشي؟ كل اللي عليك بس فك حساب جديد وسوي نفس ما قلت لك، هتجيب الحزمة على طول. ماشي؟ طيب التحديات مرة سهلة، انا احط لكم رابط الموقع، رابط المقطع السابق. انا سويت مقطع سابق وشرحت فيه كيف تضيف الصديق وكيف تسوي التحديات وكيف تسوي كل شيء، شرحته بالتفصيل. فحط لكم الرابط اسفل الموقع وحكتب لكم عليه الحساب المقطع السابق، تدخل وتشوف التحديات وكيف تسوي التحديات. اصلا التحديات مره سهله، انك تلعب جيم وانك تضلك لين يبقى 10 اشخاص مره سهله. تمام؟ طيب في حاجه لازم تعرفوها، اولا لازم تشترك في الموقع في خلال 30 يوم. ليه؟ لانه مده الاشتراك ينتهي في 10 يناير. ماشي؟ احنا دحين في 10 ديسمبر، احنا دحين في 11 ديسمبر، من 11 ديسمبر ل 10 يناير باقي 29 يوم، يعني عندكم 29 يوم عشان تسجلوا في الموقع. بعد كده عندكم وقت تسووا التحديات الين 16 مارس 2024.
21، يعني عندكم مجال مرة كبير تسوي فيه التحديات. كيف تشتركوا في الموقع؟ كثير من الأسئلة في التعليقات جاتني على الموضوع هذا، يقول لي كيف اشترك في الموقع. مجرد انك انت تضيف الصديق، يعني مثلا انت دحين اضفت الصديق، اوكي زي كذا، شوفوا دحين قدامكم مكتوب عليه مؤهل، بعدين إضافة، سوي له اوكي، موافق، خلاص. انت مجرد انك سويت الحركة هذه انت كده اشتركت في الموقع، يعني انضفت في الموقع. من وقت ما تضيف الصديق، يعني من وقت تسوي إضافة للصديق إلى 16 مارس تقعد تسوي التحديات، يعني قدامك شهرين ونص. أنا شرحت كل شيء بالتفصيل، إذا عنده أي أحد أي استفسار عن أي شيء ارسل لي في التعليقات. ترى الموضوع هذا مرة حلو، وحاولوا تسووه سريع سريع قبل الإيبك جيمز ما تعرف عن الموضوع هذا وتصلح المشكلة اللي في الموقع. ترى الموقع هذا قلت لكم المشكلة اللي فيه ما حد يدري عنها نهائيا، فحاولوا تعجلوا سريع سريع، بس تسوي إضافة وبعد كذا سوي التحديات. طيب هيجيني واحد يسألني يقول لي كيف أسوي التحديات، هقول لكم حاجة واحدة، يعني يقول عندي حسابين كيف ألعب بالحسابين. مو ضروري تلعب بالحسابين، يعني حساب شغله في السوني وحساب شغله في الجوال، أدخل ألعب. الحساب اللي في الجوال خليه ينزل نهاية الباص يموت عادي، انت لو سويت التحديات بتنحسب للناحيتين للحسابين، فهمتوا كيف؟ طيب في عندك طريقة تانية اللي هي انقسام الشاشة. انا عارف ان انقسام الشاشة هذه الايام موقفة، بس خلال يقولوا يعني جاء في حساب الرسمي فورتنايت قالوا في التحديث الجديد ان شاء الله هيصلحوا المشكلة هذه حق انقسام الشاشة، فاذا صلحت المشكلة مرة كويس. فانت سوي اضافة، يعني اول ما تدخل على المقطع ده تبعي سوي الحساب وسوي الاضافة للحساب وخليه. اذا ان شاء الله صلحت موضوع انقسام الشاشة تقدر تسوي التحديات على طول، يعني تكون جاهز على طول، فهمتوا كيف؟ هذا كل شيء كان عن الحزمة وكيف تقدر تتحصل على الحزمة بطريقة مرة سهلة وحلوة. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعم المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.